ذهب لوكاس وهادسون في نزهة، أيهما الأقل ذكاء؟ إنه هادسون، فهو ينظر إلى شاشة هاتفه ولا يمكنه رؤية حافة الجرف وقد يسقط في الهاوية، رغم أن لوكاس أعمى إلا أنه يملك عصاه وسيعرف بفضلها مكان حافة الجرف فور وصوله إليها، لذا فهو في أمان. تقضي أوبال إجازتها في تسلق الجبال، وتتسلق كاريس جبل إيفرست. هل يمكنك معرفة الأقل ذكاء؟ إنها أوبال، انظر لقد نسيت حبل السلامة وتتسلق الجبل بدونه، لا ينذر هذا بأي خير. يهوى جابرييل وآرشر التقاط صور السيلفي في أماكن خطرة، وهذه المرة يلتقط جابرييل صورة سيلفي أثناء التزلج على أمواج المحيط، واختار آرشر التقاط صورة أثناء الوقوف على حافة الجسر فوق البحيرة. من الذي لم يتوخى الحذر؟ إنه جابرييل، كلاهما يقوم بمغامرات خطرة، لكن آرشر محاط ببعض الناس الذين بإمكانهم مساعدته إن حدث خطب ما، بينما جابرييل بمفرده في المحيط. في الصباح الباكر بعد الحفل، قام برادلي وإيفان بإيصال أبنائهما إلى الكلية. هل يمكنك معرفة الأقل ذكاء؟ إيفان، ابنه ليس في السيارة حتى. ذهبت ديلايلا وإليري في إجازة، وقررت كلاهما تعلم شيء جديد. ذهبت ديلايلا للتزلج في الغابات، بينما اختارت إليري التزلج على البحيرة. من منهما في خطر؟ إنها إليري، انظر يتشقق الجليد على البحيرة، وما من أحد في الأرجاء لمساعدتها، يجب أن تخرج من هناك بأسرع ما يمكن. تستعد أريانا وإليزا لإقامة حفل شواء في منزلهما. تحضر أريانا السلطة بالخارج وتزين إليزا المنزل والحديقة. من التي لا تتصرف بذكاء؟ إنها أريانا، بينما هي منهمكة في تحضير السلطة، سيفسد اللحم بفعل أشعة الشمس. عادت كاريس وهي أم لأربعة أبناء إلى المنزل ووجدت جميع بناتها منهمكات. كانت البنت الكبرى تلعب أونو، بينما طالعت جابرييلا كتابا، وكانت هيفن ترسم. ماذا كانت تفعل آيلا؟ كانت آيلا تلعب أونو مع أماندا. انظر إلى هؤلاء الشباب لمعرفة الذي يتصرف بحماقة. جميع الشباب على اليسار، إذ سيسقط جميعهم في النهاية. الشاب الوحيد الذي سيظل على الشجرة هو الموجود على اليمين. كان المحقق كالوم يقضي إجازته في جزر هاواي، وبينما يشرب قهوته المسائية في الفناء، سمع بعض الأصوات الغريبة وصراخا عاليا. كان باب شرفة الغرفة المجاورة مفتوحا، لذا دخل وسأل عما يجري. ممثلة شابة تدعى شانيل تقيم هناك، قالت بأن رجلا يرتدي ثيابا سوداء وقناعا اقتحم غرفتها وحاول اختطافها، وعندما صرخت هرب المجرم واختفى في الردهة. طلبت الممثلة من المحقق كالوم البحث عن ذلك الرجل على الفور، لكن المحقق قال بأن شانيل تحاول خداعه وبأنه يفضل العودة إلى قهوته. لماذا لم يصدق الفتى؟ انظر إلى باب غرفة الممثلة، توجد العديد من الصناديق أمامه. لو هرب الرجل فعلا من الباب لدفع جميع الأغراض أرضا ليمر ويخرج. حاولت الفتاة اختلاق الحادث بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام. حضر آدم صف الرياضة وأخبر المدرب بأنه غير قادر للأسف على التدرب، فقد كسر ذراعه قبل بضعة أيام.
لكن سمعة آدم لم تكن حسنة ولم يصدقه المدرس وطلب منه أن يتوقف عن خداعه. هل تصدق الشاب؟ انظر، لديه جبيرة على ذراعه لكنها موضوعة فوق جاكيته، لابد من أنها مفبركة. أبلغت السيدة ميلر الشرطة بأن شخصا من الحي جرى نحوها وسرق حقيبتها. استجوبت السلطات جميع الجيران. أخبرهم برايس بأنه لم يكن هناك وقار. عدت إلى المنزل قبل أقل من دقيقة، وقالت أردن بأنها قضت اليوم بأكمله في المنزل ولم تخرج قط. قال إيستون بأنه أخذ كلبه في نزهة، لكنه لم يسرق أو يرى شيئا مثيرا للريبة. ألقت السلطات القبض على أحدهم. من هو؟ ألقوا القبض على برايس، فقد قال بأنه عاد لتوه إلى المنزل، لكن الماء على الموقد يغلي في القدر، من المؤكد أنه كان في المنزل منذ فترة من الزمن. كان مارك يعمل في متجر ساعات، وفي أحد الأيام اتصل بالشرطة. حينما حضر الضباط أخبرهم بأن الكهرباء انقطعت فجأة أثناء عمله. حاول حل المشكلة بنفسه أولا، ومن ثم اتصل بالشرطة، وسرعان ما أدركوا ما حدث وأضاءت الأنوار مجددا. تفقد مارك على الفور صراف النقود، وعلى ما يبدو اقتحم أحدهم المتجر بينما انقطع التيار الكهربائي وسرق جميع الأموال، لكن ضباط الشرطة لم يصدقوا كلامه وألقوا القبض على الرجل. لماذا؟ في المتجر ثمة ساعات آلية وأخرى كهربائية، لكن الفرق بين الوقت الذي تعرضه لا يتجاوز 10 دقائق. لا تتوقف الساعات الآلية عن العمل حين انقطاع التيار الكهربائي، وهذا يعني أن الأنوار لم تتوقف سوى 10 دقائق تقريبا. لابد من أن مارك قد قطع الكهرباء بنفسه ومن ثم اتصل بالشرطة. كان نيلسون كاتبا، لكنه ينزعج دوما من المراهقين الذين يتجمعون خارج منزله ولا يستطيع التركيز. وفي أحد الأيام اتصل الرجل بالشرطة، طلب من الشرطة أن يمنعوا المراهقين من الاقتراب من منزله، لكن المحقق لم يصدق. لماذا؟ انظر، كسرت النافذة من الأسفل، لكن هذا الجزء من النافذة محمي بالشرفة من الخارج. من المؤكد أن نيلسون قد كسر النافذة بنفسه ليتهم المراهقين. ذهبت العائلة في إجازة ولم يكن لديهم أي فكرة عن اليوم. قال الأب: أنا متأكد أنه إما الاثنين أو الثلاثاء. أضافت الأم: كل ما أعرفه أن الأربعاء لم يكن بالأمس. قال جاك: لابد أنه الأربعاء أو نهاية الأسبوع، سبت أو أحد. لم تكن سيينا متأكدة وقالت: ربما اليوم الجمعة. وقالت روبي: الجمعة في الغد. هل يمكنك معرفة اليوم الصحيح إن كان أحدهم فقط محقا في تخمينه؟ وفقا للاب إنه الاثنين أو الثلاثاء، وبحسب الأم إنه أي يوم ما عدا الخميس، لذا قد يكون الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الجمعة أو السبت أو الأحد. جيك متأكد من أنه الأربعاء أو السبت أو الأحد، تدعي سيينا بأنه يوم الجمعة، وبحسب روبي إنه الخميس. اليوم الوحيد الذي ذكر مرة واحدة هو الخميس، وهذا يعني أن روبي على حق. كانت بيج وكوينلي شقيقتين تتسكعان في غرفتهما. كانت كوينلي واقعة في حب أحد الشبان في مدرستها، وقررت أن تكتب له رسالة، لكن بيج ظنت أنها ليست فكرة سديدة، لكن أختها لم تصغي إليها. وحينما كانت على وشك الانتهاء، ذهبت كوينلي إلى الطابق السفلي لإحضار الشاي، وعند عودتها لم تجد الرسالة. قالت بيج بأن رياحا عاتية هبت فجأة وأخذت الرسالة عبر النافذة، لكن كوينلي لم تصدقها وطلبت من بيج أن تعطيها الرسالة. كيف عرفت بأن أختها أخذت الرسالة؟ حينما تهب الرياح داخل الغرفة من الخارج، لا يعقل أن يطير أي شيء لخارج النافذة.
تعرض كولين إلى حادث وفقد الذاكرة على إثره. تدعي كل من كينيدي وإيسلا بأنها زوجته. قررتا أخذ الشاب إلى المكان الذي ذهبا إليه خلال أول موعد لهما. كانت تأمل كل واحدة بأن كولين سيعرف من تكون زوجته الحقيقية. هل عرفت من تكون زوجة الشاب؟ انظر، ثمة حروف على الشجرة هي الحروف الأولى من اسمي كولين وإسلا. في الفندق سرق أحدهم من رجل ثري، وكان جوزيف الشاهد الوحيد على الحادثة، فهو عامل تنظيف في الفندق، وكان ينظف الغرفة المجاورة في ذلك الوقت. سأل المحقق الرجل عما إذا رأى أي شيء، فقال جوزيف: حينما سمعت الجلبة كنت على وشك دخول الغرفة، لكن الباب انفتح وضربني على رأسي، لم أستطع رؤية شيء لفترة من الزمن. وحتى أن جوزيف أشار إلى كدمة على جبينه ليراها رجال الشرطة. لم يصدق المحقق جوزيف وألقى القبض عليه بتهمة المشاركة في السرقة. لماذا؟ لا يعقل أن يضرب الباب جوزيف لأنه يفتح إلى الداخل، لذا فهو يكذب. على إثر حادث مروري مكثت كاريس في المستشفى. لم يكن يسمح سوى لأقربائها بزيارتها، لكن أراد ثلاثة شبان رؤية الفتى، حبيبها وزميلها الواقع في حبها وأخوها. يقول كل واحد بأنه شقيقها. دقق النظر في بطاقات هؤلاء الشباب لمعرفة شقيقها الحقيقي. لابد أن شقيقها هو فيليب. الفرق في السن بين كاريس وكولتن 4 أشهر، وبين كاريس ونيرو 5 فقط. هذا الفارق في السن ضئيل جدا على أن يكونوا أشقاء. ذهب مادكوس إلى مركز شرطة للإبلاغ عن ابن عمه ديمون. طلب ديمون من مادوكس أن يبقى في منزله لبضعة أيام، وفي المساء طلب منه جلب بعض الفواكه من القبو. حينما ذهب مادوكس إلى هناك حبسه ديمون بالداخل. لم يكن هناك كهرباء أو ضوء في القبو، ولم يحمل مادوكس أي جهاز لمساعدته. وبعد يومين على الساعة 4 صباحا سمع ابن عمه يقود سيارته بعيدا، ولم يتمكن سوى في ذلك اليوم من الخروج بفضل ساعي البريد. اكتشف مادوكس بعدها بأن جميع أمواله قد سرقت، لكن رجال الشرطة لم يصدقوه. لماذا؟ قال مادوكس بأنه لم يكن يحمل أي جهاز للتحقق من الوقت، كما كان المكان مظلما على رؤية أي شيء على ساعة عادية. زيادة على ذلك، كيف يعقل أن يعرف الوقت المحدد لرحيل ابن عمه؟